حلو. فاضل غضبان. فاضل غضبان. فاضل أنا ما عد علاقة بي ويمكن حتى ما ملتقي بي. لكن أكو موضوع صار يجوز هو واصلك لذلك سألتنا عن فاضل غضبان. مو موضوع أنت سويت مشكلة وسويت بلبلة وسويت أثرت موضوع كبير. قد أنا سويت بلبلة؟ أنت أول من قام بهذا الموضوع وأول من أثار هذا الموضوع. شوف أحمد، أنا ما سويت بلبلة، أنا مجرد دافعت عن مدينتي. ومن حق أي شخص مو إلا شاعر أساء لمدينتي. أساء لمدينتي. فاضل غضبان ما أعرف، أنا موجود على الفيسبوك، جاني فد اسم كتب لي شوف هاي الموضوع. فتحت الفيديو لقيت فاضل غضبان يحكي على المدينة. قالوا له يعني القصيدة المهرجانية وهاي، قال لهم القصيدة المهرجانية كنا نكتبها بحرفة وهاي، لكن الآن تريد تشترك بمهرجان تروح تاخذ لك كيتين من مدينة الصدر توكلهم لفات وبيبسي وما أعرف شنو ويصفقوا لك. يا أخي تسيء يعني الجمهور مدينة على أساس؟ خلينا يعني بعيدا عن التحسس محافظة ومدينة وكذا، هذه الحالة هذه الحالة أنا يعني أكو موجودة كعينات من عندها بالمدينة، عينات مو الكل بالإجماع، يجوز موجودة عند شعراء بس ما لقيس على جمهور مدينة. لا بالعكس، أصلا مدينة الصدر جمهورها أكثر جمهور يعني يستقبل ويقدر الشاعر الضيف. أي والنعم. أي فأنا حتى من نشرت على فاضل غضبان قلت له فاضل غضبان أنت شاعر كبير وإحنا نحبك، بس مو معناها تسيل الجمهور المدينة. طيب تحقق، قلت له شاعر كبير ونحبك وهسه وبعد، بس أي شخص لو مو فاضل غضبان ما يسيل المدينة ما أقبل. وبعدها بعدها دخل علي ابنه فقال هيك الموضوع وهاي، وكان سعد محمد الحسن الله يرحمه موجود، هم اتصل بالولد ودخله، وطبعا دخل سمير صبيح ودخل عباس عبد الحسن ونزلنا بيان باسم شعراء المدينة على هاي الإساءة. قلنا لهم خلي يقدم اعتذار، هو الرجل هم قدم اعتذار. حلو. ايوه من اعتذر او اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. تحياتنا للشاعر الكبير فاضل غضبان، تحياتنا له الصحة والسلامة. عباس عبد الحسن والفضل هذا حبيبي. عباس مرات ما تحس بي يعني اكبر منك بالعمر. حلو. يعني تحس بي بنفس جيلك بنفس عمرك، صديق قريب اليك، من تحتاجه تلقاه اول الموجودين. حلو. علي الشمري. علي الشمري ابو النجف لو ابو المدينه. تحياتنا علي الشمري ابو النجف، تحياتنا علي الشمري ابو المدينه. ابو المدينه علاء وحبه. اها ايه حلو. علاوي شاعر مبدع. ليش حاذفه من الفيس؟ ما ادري، انا ما احذف احمد. ما احذف، مرات انا حتى ما اعرف هالقد يعني بهاي الامور. انت حاذف حاذف علي الشمري وحاذف فاضل كريم وحاذف مجموعة من الأصدقاء. لا ما أحذف، أنا صفحتي تهكرت قبل فترة ورجعوا لي إياها، فالظاهر هم ويا اللي نحذفه وما أعرف ذاك حاذفهم، تهكرت قبل فترة يعني قبل سنة ونص سنتين ورجعوا لي إياها. صار سنة ونص ما لا بالعكس، علي الشمر علاقتي حلوة بي، يعني علي الشمر حتى من أسسنا تأسس منتدى المرحوم هشام فارس الله يرحمه، أنا وتحسين علي الحاكينا وقلنا له علاوي لازم تحضر وأنت شاعر مهم ولك اسمك. وقام يحضر ولحد الان الولد يذكرها يقول انتم رجعتوني التقب منتديات ورجعتوني الجو الشعب. حلو.